هلو هاو ار يو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طلابي حبايب قلبي، طلاب الصف الثالث الاعدادي، ويلكم باك، وحشتوني كتير. النهارده بنكمل مع بعض ان شاء الله يونت 4 بعنوان هاف يو ايفر ترافلد باي بلين، انت عمرك سافرت قبل كده بالطياره؟ وشرحنا يونت ليسن 1 اند 2 وشرحنا الجرامر بتاع يونت 4 بالكامل اللي هو المضارع التام، ازاي تكوينه والنيجاتيف بتاعه، وكمان ازاي تكون سؤال، وكمان الكلمات الداله اللي بيجي عليها كل الاسئله في الامتحان. طبعا مش هينفع ان احنا نشرح تاني الزمن ده، خلاص احنا شرحناه في الجزء الاول، هتلاقوه في صندوق الوصف اول تاني لينك، اول لينك جروب التليجرام. يسعدني قوي ان انتوا تشتركوا فيه، ببعت لكم كل الاسئله والكلمات والحفظ على جروب التليجرام. اللينك اللي تحتيه ده القايمه بتاعه الدروس اللي احنا شرحناها قبل كده من اول يونت 1. فيسعدني طبعا انك لازم عشان تكمل الفيديو بتاع النهارده تشوف الفيديو التاني في شرح كل الجرامر بتاع يونت 4. النهارده بنكمل مراجعه خفيفه كده وبنحل عليه اسئله، وكمان بنهتم اكتر بجزء الليسننج والريدنج والكلمات. انت عارف ان جزء الجرامر عليه جزء بسيط من الدرجات، انما الجزء الاكبر في الامتحان على الكلمات والديفينيشن والتعريفات. فيهمني ان زي ما بشرح لك جرامر وبتفهمه كويس جدا وبتحل عليه، برضو اشرح لك الريدنج والاسئله بتيجي ازاي والتعريفات، وبرضو نحل عليه. فيسعدني قوي لو انت اول مره بتشوفني تشترك في القناه وتفعل الجرس تخليه على الكل عشان يوصلك الفيديوهات اللي بعد كده ومراجعاتنا اللي ما بيخرجش عنها الامتحان. واسال الناس في الكومنتس بتاعه السنه اللي فاتت، الحمد لله مراجعاتنا ما خرجش منها الامتحان، تقدر تشوفها في قائمه الفيديوهات اللي قبل كده، برضو هتلاقيها في صندوق الوصف. فيلا بقى على طول ليتس. بص يا سيدي، هنراجع مراجعه سريعه كده على الجرامر. احنا قلنا الجرامر بتاعنا بيتكون من هاف او هاز زائد التصريف الثالث للفعل، ده كده اسمه المضارع التام. طبعا اي والجمع بياخدوا هاف، والمفرد اللي هو هي وشي وايت بياخدوا هاز. فلو قلت مثلا اي هاف finished my work، انا خلصت عملي. I have finished my work، دي كده جملة في زمن المضارع التام. طيب ايه الفرق ما بينه وما بين الماضي؟ ان الجملة بتاعة المضارع التام مش بيتحدد لها وقت. ليه؟ لان الزمن ده بيعبر زي ما قلت الفيديو اللي فات عن حاجة حصلت بس دون تحديد وقت، او حاجة حصلت ولسه ما زالت مستمرة، او حاجة حصلت واثرها باين دلوقتي. زي ما قلت قبل كده I have broken my arm، انا اتكسرت ايدي، اتكسرت في الماضي بس لسه الجبس فيها، فبالتالي لسه الاثر موجود. ما ينفعش اقول انا اتكسرت في الماضي، لا، لازم اقول I have broken، اتكسرت. I have التصريف الثالث من break يكسر، broken. I have broken my arm، اتكسرت او اتكسر دراعي. يبقى الزمن ده بستخدمه في الاستخدامات دي، لو عايزة اقول حاجة حصلت في الماضي بس دون تحديد وقت، او حاجة حصلت في الماضي ولسه اثرها باين عليا، او حاجة حصلت في الماضي ولسه مستمر. زي لما اقول I have lived in Cairo، انا عشت في القاهرة since I was 10، منذ ما كان عندي 10 سنين، وما زلت لسه عايش في القاهرة. أنا عشت من وأنا عندي 10 سنين، جيت عشت ولسه عايش، يبقى دي لسه أثرها موجود، فبستخدم have أو has والتصريف التالت. طيب الماضي بقى؟ الماضي بستخدمه نفس الجمل دي في الماضي بس لو حددت وقت في الماضي. يعني مثلا أقول I finished، مش أقول I have finished. I finished my work، أنا خلصت شغلي yesterday، امبارح. قلت yesterday، دي كده كلمات دالة على الماضي. طب إيه تاني من الكلمات الدالة؟ yesterday، last week مثلا، الأسبوع اللي فات. in the past، في الماضي. ago يعني منذ، ago معناها منذ، بتيجي في آخر الجملة ويجي قبليها فترة زمنية. يعني مثلا أقول I finished my work 2 hours ago، منذ ساعتين. I finished my work 2 hours ago. يبقى أول ما أشوف الكلمات دي على طول أختار زمن الماضي البسيط، تمام؟
اختار زمن الماضي البسيط لما اشوف الكلمات دي yesterday, last ago, in the past. in واي سنة في الماضي؟ يعني اقول مثلا in 2010, مش دي سنة ماضية؟ طالما اي سنة ماضية يبقى اختار الماضي بسيط عادي. ايه هو الماضي البسيط؟ اما اخروديه او شاذ وتحفظيه. يعني مثلا go, ينفع اقول الماضي بتاعها going, احط لها ايدي؟ لا, go الماضي بتاعها went. يبقى اقول I went to school, انا رحت الى المدرسة last week, الاسبوع اللي فات. يبقى الماضي اما اخروديه او شاذ وتحفظيه. ايه الكلمات الدالة بتاعته؟ yesterday, last ago, in the past. طيب have وhas وتصريف تالت هستخدمه عند دون تحديد وقت في الماضي. طب ايه الكلمات الدالة تاني ودي مهمة جدا؟ just already, ever, never, since, for, yet. just already, ever, never, since, for, yet. طيب just معناها حالا, since, for, yet. just معناها حالا, just و already معناها بالفعل, بيجوا ما بين have و has وما بين التصريف الثالث. ever من قبل وتأتي في السؤال فقط. Have you ever traveled by plane? هل عمرك سافرت بالطيارة؟ يبقى ever بتأتي في السؤال. never من قبل معناها أبدا وبتيجي مكان النفي برضو بعد have و has. أقول I have never seen my uncle, أنا عمري ما شفت عمي ده. He has never traveled by plane, هي عمرها ما سافرت بالطيارة. يبقى have و has زي just و already, never زي just already, تيجي ما بين have و has والتصريف الثالث. since و for زي ما قلنا المرة اللي فاتت, since بيجي وراها مدة محددة البداية, يعني اقول since 2001, since 2010, يجي وراها جملة في الماضي since I was born, من ساعة ما اتولدت, since I was 10, من ساعة ما كان عندي 10 سنين, يبقى since I was وجملة في الماضي. for يجي وراها مدة زمنية بس غير محددة, for 2 weeks, for 2 years, على حسب أي وقت معين. yet حتى الآن بتيجي في آخر الجملة المنفية وآخر السؤال. طيب دي مراجعة سريعة, طبعا لو عايز تشوف الشرح بالتفصيل بالكامل وأسئلة عليه وكمان أمثلة كتير عليه هتشوف الفيديو اللي فات. تعال بقى دلوقتي نحل على طول على جزء الجرامر وبعد كده نخش على جزء الريدنج والكلمات إن شاء الله. أول سؤال, we moved, نحن انتقلنا, moved معناها انتقلنا, to the city, إلى المدينة, 3 years, 3 سنوات, ago, yesterday, last, 4. هل هينفع 4 في الجملة؟ 4 دي من الكلمات الدالة على have و has وتصريف تالت, فبالتالي ما ينفعش, الجملة دي ما فيهاش ولا have ولا has, يبقى الجملة دي مش مضارع تام, فبالتالي مش هينفع أقول 4. إيه اللي بيجي في آخر الجملة وقبليه فترة زمنية؟ زي ما قلت على السبورة, ago, يبقى 3 years ago, منذ 3 سنوات. number 2, my parents, والدي, married in 2001, حددت سنة في الماضي, يبقى هختار ماضي, gets ولا got ولا get ولا getting ولا got. طبعا got ماضي, got married خدناها برضو الفيديو اللي فات, got married يعني تزوج, got married, got married. number 3, we haven't visited Syria, يعني احنا ما زورناش سوريا since, منذ, I very young, I am, I was, I is, I are. طبعا I was عشان since بيجي وراها جملة في الماضي, ما ينفعش اقول I am, I was, انا كنت very young, كنت صغير جدا. number 4, have you ever to a new place, have you ever, طالما have عايزة تصريف تالت, احنا قلنا الفيديو اللي فات have او has plus pp, لازم have و has يلزق وراها التصريف التالت للفعل. moved ولا moves ولا move ولا moving؟ طبعا moved اخره دي. بعد كده اللي ما بين اقواس بقى, my name is Salma, I be born in Syria, انا اتولدت في سوريا. طالما be ده اللي هو بمعنى يكون, طب عايز اقول انا اتولدت, خلاص المصطلح ده لازم نحفظه,
اسمه I was born. أنا ولدت. اتولدت. Was born. I was born. أنا اتولدت. I was born in Cairo. I was born in أسيوط. I was born in إسماعيلية. I was born. أنا اتولدت في المكان اللي أنا اتولدت فيه. اسمها I was born. Has داليا be deaf. Have أو has عايزة تصريف تالت. إيه التصريف التالت بتاع be؟ been. في المضارع اسمه am أو is أو are، يكون. في الماضي اسمه was أو were، كان. في التصريف التالت اسمه been. ولازم التصريف التالت زي ما قلت ما يجيش لوحده، لازم يجي قبليه have أو has. يبقى has داليا been deaf. هل داليا deaf يعني أصم ما بتسمعش all of her life، في كل حياتها، يعني هي من ساعة ما اتولدت ما بتسمعش؟ Two years ago، منذ سنتين، I play at the concert in Cairo Opera House. يعني أنا كنت في المسرح أو كنت بلعب مزيكا في حفلة الأوبرا. Two years ago. Ago دي من الكلمات الدالة على الماضي. يعني ما ينفعش أقول have و has. الماضي اللي هو آخره دي أو شاذ وتحفظيه. يبقى I played ده آخره دي عادي. آخره إيه دي بقى؟ طيب تعالوا بعد كده. ماجدة visits England last week. Last week دي جملة في الماضي ولا المضارع التام؟ الماضي، دي كلمات دالة على الماضي. يبقى أقول ماجدة visited، زارت، ده فعل منتظم عادي آخره إيه دي. بعد كده have you ever، طالما have و has يبقى الفعل في التصريف الثالث. Have you ever drunk drink drank drunk، يبقى drunk green tea. هل عمرك شربت شاي أخضر؟ بعد كده I have never win a painting competition. A painting competition مسابقة رسم. Competition يعني مسابقة، ودي مهمة من الكلمات المهمة. Competition مسابقة. Painting competition مسابقة رسم. ينفع أقول never win، هي have بيجي وراها win يعني يفوز. طبعا التصريف الثالث منه won. يبقى I have never won. I have never won. ونيفر زي ما هي بتيجي في النص ما بين have و has وما بين التصريف التالت. طيب بكده خلصنا جزء الجرامر. تعالوا بقى ندخل على جزء الريدنج من خلال شاشة الكمبيوتر، وكمان نحل على اليونت بالكامل ونقول الكلمات والديفينيشن المهمة ونشوف بتتحل عليها ازاي في اليونت. يلا بينا هنقرأ الليسننج سريعا وبعد كده نحل عليه، لأن طبعا حل الأسئلة هو اللي بيدربك على شكل الامتحان، فطبعا ده أهم. ماهر بيقول I have lived in a village. أنا عشت في قرية. طبعا الكلمات اللي بالأحمر دي تتحفظ. In the south of Egypt all my life. في جنوب مصر كل حياتي. أنا عشت في قرية في جنوب مصر كل حياتي. I have never been to another country. عمري ما رحت بلد أخرى. فاكرين لما قلنا المرة اللي فاتت I have never been to، يعني أنا عمري ما رحت المكان. been to معناها ذهب إلى. but last year، السنة اللي فاتت I visited Cairo. أنا زرت القاهرة with my uncle and my cousins، يعني مع عمي وولاد عمي. it was so big. القاهرة دي كانت كبيرة قوي. and busy ومزدحمة، مش معناها مشغول هنا. but it was fun. بس كانت ممتعة. we went to lots of museum. ذهبنا إلى الكثير من المتاحف. because I am very interested in history. أنا مهتم بالتاريخ. ناخد كمان معاهم interested in، مهتم بي. وتعالوا ننتقل لعزة. عزة بتقول I have had hearing problems. يعني أنا عندي مشكلة في السمع. hearing problems مشاكل في السمع. all my life كل حياتي. and I learned. learned الماضي بتاع learn يتعلم. أنا تعلمت sign language يعني لغة الإشارة. from when I was a baby. من وأنا لسه طفلة. When I first started school، أول ما بدأت مدرسة، I went to a special school، ذهبت إلى مدرسة خاصة for deaf children، للأطفال الصم. يبقى نحفظ deaf يعني أصم. Now دلوقتي I have been at a local school، أنا دلوقتي رحت مدرسة عادية. For three years، خدتوا بالكوا لمدة 3 سنوات، جبت for عشان في الجملة في have been. بعد كده I am the only
hard of hearing person. أنا الوحيدة اللي شخص ضعيف السمع in my class. Sometimes أحيانا it's difficult, إنه بيكون صعب عليا يعني. But I have a teacher who can use sign language to help me. عندي مدرس عارف لغة الإشارة وبيساعدني. يبقى sign language لغة الإشارة. She explains things, بيشرح لي الأشياء I can't understand اللي أنا مش بفهمها in sign language في لغة الإشارة. Some of my friends, أصدقائي have learned some sign language, يعني كمان اتعلموا لغة الإشارة, so they can help me too, هم كمان بيساعدوني. بعد كده ننتقل لوائل, بيقول my parents dead, ماتوا when I was a baby, من وانا نونة. So I have lived with my grandparents. Grandparents يا ولاد يعني grandfather و grandmother. جدتي وجدي مع بعض اسمهم grandparents. Since I was one. من ساعة ما كان عندي سنة. خدتوا بالكم من since بيجي وراها جملة في زمن الماضي. ليه since دي من الكلمات الدالة على have و has. We used to live, اعتدنا أن نعيش in the countryside, في الريف. But we moved to the city, انتقلنا إلى المدينة 3 years ago, منذ 3 سنوات. I like living here, أنا حبيت العيش في المدينة دي, مش العيش اللي احنا بناكله, حبيت العيش فيها يعني. There is lots to do, حاجات كتير قوي تقدر تعملها. I joined a handball club. أنا التحقت بنادي الهاندبول. يبقى joined معناها التحق. And I have won وكسبت lots of matches, مطوشة كتير with my team, مع فريقي. It's really fun, حقيقي ممتع. تعالوا ننتقل لست الكتكوتة. My name is سلمة, اسمها سلمة. I was born, خدتوا بالكم اللي أنا قلتها على البورد. I was born, أنا اتولدت in Syria, من في سوريا. But my family came to Egypt, عائلتي أتوا إلى مصر when I was 5 years, لما كان عندي 5 سنين. Old طبعا بقيت الخمس سنين. We haven't visited, إحنا ما زورناش. We haven't visited Syria since I was very young, من ساعة ما كنت صغيرة. But some of my family, بعض من عائلتي still live there, ما زالت أو ما زالوا يعيشوا هناك. There معناها هناك في سوريا. When I was 8, لما كان عندي 8 سنين, I started playing the piano, يعني ابتديت لعب البيانو. خدوا بالكم بقى أني start يبدأ بيجي وراها فعل ing, زي like كده, فعل like برضو بيجي وراها verb ing. خلاص ابتدت تلعب البيانو وبتقول I have played, أنا لعبت in many concerts, يعني في حفلات كتير. concerts حفلات موسيقية. I love music, بحب الموسيقى. 2 years ago, منذ سنتين, I played at a concert in the Cairo Opera House, أنا لعبت في حفلة موسيقية في دار الأوبرا المصرية. It was amazing, كانت مدهشة. بص يا ولاد, تعالوا بدل ما نقرأ الكلمات نحل عليها على طول وطلع لكم الكلمات المهمة كده أحسن. بصوا أول سؤال بيقول your are your grandfather and grandmother, مين دول, جدتك وجد يعني جدك وجدتك. granddaughter ولا grandparents ولا grandsons ولا grandchildren. طبعا grandparents, نحفظ بقى الكلمات من هنا. grandparents يعني أجدادي, جدي وجدتي. grandparents. بعد كده when we were on holiday, when يعني عندما, كنا were معناها كان. when we were on holiday, لما كنا في أجازة, we went down a river, نزلنا النهر. in a, يا ترى هننزل النهر فين. in a camel, في جمل. candle, شمعة. كانوا يعني قارب صغير, من هنا برضو نعرف الكلمة المهمة. كانوا قارب صغير عشان موجود في النهر. كان معناها يستطيع, طبعا ده فعل ملناش دعوة بيه. يبقى went down in a river in a canoe, في قارب صغير. it was great fun, كان حلو قوي. بعد كده number 4, to is to walk, انك تمشي. walk معناها يمشي. or drive أو تسوق behind someone, خلف شخص. إنك تمشي أو تسوق خلف شخص يعني أنت كده بتتبعه, بتمشي وراه. يبقى اسمها إيه؟ feel يعني يشعر.
فايل يعني ملف، فولو يعني يتبع، فيل يعني يسقط. نحفظ الكلمات دي نكتبها في ورقة ونكتب معناها. طبعا انك تمشي ورا حد اسمها فولو يعني تتبع. بعد كده دول بقى من كتاب المدرسة. The hotel room، الحجرة بتاعت الأوتيل، was very noisy، كانت مزعجة جدا. So I was، أنا كنت، all night، طول الليل. يا ترى كنت happy، comfortable يعني مريح، awake يعني مستيقظ، strange يعني غريب. طبيعي هكون إيه؟ طالما كانت ضوضاء يبقى I was awake، أنا كنت مستيقظ طول الليل. بعد كده last night، الليلة الماضية، I had a strange، أنا يعني كان إيه، كان عندي إيه غريب. I thought I was flying، أنا اعتقدت إني كنت بطير. الليلة الماضية أنا كنت جيم، لعبة، تيم، أنا كان عندي توي، لعبة برضو، دريم، حلم، decision يعني قرار. يبقى أنا I had a strange dream يعني أنا حلمت حلم غريب، كنت متخيل أني كنت بطير. السؤال اللي بعد كده، like many young people، اللي هو number 7، like many young people يعني زي ناس كتير، عزة and her brothers، عزة واخواتها، really not about the environment. ده مصطلح اسمه care about، يهتم بي، care about يهتم بي، اللي هي letter C، يهتم بالايه، the environment، بالبيئة. يبقى like ناس كتير، زي ناس كتير، عزة واخواتها بيهتموا بالبيئة، care about. بعد كده number 8، to not، this sports club، هذا النادي. يبقى to destroy يعني يدمر، join يعني يلتحق، call يتصل، believe يعتقد. يبقى الإجابة to join this sports club، لكي تلتحق بالنادي الرياضي ده، you have to fill in this form، يجب أن تملأ هذه الاستمارة، form يعني استمارة. Number 9، I couldn't see anything، أنا ما قدرتش أشوف أي شيء، on the road، على الطريق، because، عشان، it was angry، الطريق كان غضبان، fresh، طازة، clear، واضح، foggy، يعني مليء بالضباب، طبعاً foggy، كان مغيم، مليان ضباب. Number 10، the huge dog، يعني الكلب الضخم، me yesterday، carried me، يعني حملني، شلني، scared me، خوفني، cried me، أبكاني، played me، لعبني. طبعا الكلب الضخم scared me، خوفني. I was terrified، terrified يعني خايف قوي. بعد كده number 11، care about معناها means، care about احنا قلنا فوق يهتم بي، means معناها ايه بقى، to deal strongly about someone or something، deal ولا eat ولا feel ولا hate. بصوا deal يتفق مع، eat يأكل، feel يشعر، hate يعني يضرب. طبعا يهتم بي معناها to deal strongly، يتفق بقوة، about something or someone or something. بصوا بقى يا سنة تالتة، دي أهم الكلمات اللي في الوحدة الرابعة كلها، هو هنحل امتحان كامل عليها دلوقتي. experience خبرة، experience خبرة، marry يتزوج، a period of فترة من، period of فترة من، snorkel يعني يسبح باستخدام أنبوبة الغطس، snorkel، دف أصم، sign language لغة الإشارة، الجي مش بنقرأها في كلمة sign، بنقول SI sign language، special school مدرسة خاصة، local school مدرسة محلية، مدرسة عادية يعني. relationship يعني علاقة، T-I-O-N بقرأها شن، relationship علاقة، relationship. printed يعني يتظاهر أو يزعم، printed، printed. trick يخدع، trick. theme park مدينة الملاهي، theme park. report تقرير. dyslexia يعني صعوبة في القراءة، dyslexia، dyslexia. orphanage يعني دار الأيتام، orphan يعني يتيم،
orphanage دار ايتام، adventure مغامره، ودي مهمه طبعا، كل الكلمات اللي بقولها لكم دي خلاصه الخلاصه فاحفظوها كويس قوي. adventure مغامره، wind surfing رياضه ركوب الامواج، wind surfing، wind surfing. برضو تعالوا نشوف الأسئلة دي، برضو الكلمات دي بتيجي في الأسئلة في الامتحانات. ride a bike يركب الدراجة، ride a bike. get married يتزوج، على طول بتيجي married وانت تحط get أو got بالماضي، get married. climb a mountain يتسلق جبل، climb a mountain. deaf قلنا أصم، sign language لغة الإشارة، local school مدرسة محلية، relationship علاقة، fence يعني مصباح، fence. snorkel رياضة الغطس، experience خبرة، normal طبيعي. scared of يعني خائف من، scared of، مهمة دي يا ولاد. newty يعني حد وحش، walk past يمشي بجوار، walk past. تعالوا بقى نحل امتحان كامل كده ونشوف بيتحل ازاي. اول سؤال ده من كتاب الوزارة عن الدايلوج، هنقرأ العنوان كويس جدا بتاع الدايلوج عشان نعرف نحله. نبيل سو عمر running in the street، نبيل شاف عمر بيجري في الشارع، قال له هاي عمر why are you running، انت بتجري كده ليه؟ قال له هلو نبيل، طبعا جاوبه، راح رد عليه نبيل قال له a hospital مستشفى، يبقى كان هو قال له جاوبه قال له ايه بتجري ليه، انا رايح المستشفى. بصوا بقى لازم اجاوب في نفس الزمن، why are you running، ده كده am و is و are ing، لازم اجاوب am و is و are و ing، يبقى ساعتها are you هتنزل I am، اقول I am going to the hospital، I am going to the hospital، انا رايح المستشفى. راح رد عليه قال له a hospital مستشفى، why لماذا، يبقى طبيعي ان السؤال اللي وراه ليه، why لماذا، وهتاخد الدرجة كاملة. قال له my brother broke his leg، اخويا اتكسرت رجله، oh dear عزيزي، سأله سؤال راح رد عليه قال له he was playing football، كان بيلعب فوتبول، in the club في النادي، and fell over ووقع، he couldn't stand on his leg، ما قدرش يقف على رجله. فطبيعي اني هيقوله ايه اللي حصل عشان كده حكاله، ايه اللي حصل دي اسمها what happened، what happened ماذا حدث. بعد كده سأله نبيل تاني قال له who took him to hospital، who يعني من، took him اخذه to hospital الى المستشفى، طبيعي هيبقى اصدقائه في النادي فهقول his friends اصدقائه. فقال له سؤال برضو نبيل قال له can I come with you، ممكن اجي معاك، فطبعا هيقول له okay that's a kind of you، هذا لطف منك، يبقى okay. عرفتوا كده الدايلوج بيتحل ازاي؟ المشكلة عندكم ان انتم مش بتعرفوا، مش حافظين كلمات تعرفوا تترجموا بيها الدايلوج عشان تعرفوا هم عايزين ايه، لازم اشوف الاجابة وترجمها كويس عشان احدد انا هسأل بايه بالظبط. تعالوا بقى نخش على سؤال الـ choose. have you ever، زي ما قلنا have you ever، have عايزة تصريف تالت، have أو has plus pp. هل عمرك Italian food، learned تعلمت، eaten كلت، ridden ركبت، flown طرت. طبعا طالما Italian food يبقى eaten، هل عمرك كلت طعام إيطالي. Number two, I have never slept. المفروض slept a tent يعني خيمة. يبقى I never slept in a tent. عمري ما نمت في خيمة before، قبل كده. They have to this horse, to this house since 2010. يعني من 2010. يبقى enjoyed، استمتعوا، ridden، ركبوا، flown، طاروا، moved، انتقلوا. طبعا they have moved to his house، انتقلوا للمنزل ده من 2010. لازم احفظ كلمات الدرس، الحاجات اللي انا بقولها في الاختيارات مش عارف معناها تكتبها في ورقه وتكتب معناها بالعربي. some people's hobby يعني بعض هوايات الناس، is to mountains زي ما لسه قايله من الكلمات المهمه، climb mountains يتسلق الجبال. have you ever done it،
عمرك عملت كده؟ Number five, a new school for deaf children. يعني للأطفال الأصماء. Will be built, هتتبني in our neighborhood, في منطقتنا. Common, شائع أو منتشر. General, عام. Special, خاص. Social, اجتماعي. طبعا اسمها special school, مدرسة خاصة للأطفال الصم. Number six, while I was walking, أثناء ما كنت ماشي, the street, اسمها إيه بقى؟ walk down, walk down, نازل الشارع يعني. I met my friend, اسمها walk down. بعد كده number seven, is something that happens in your life, حاجة حصلت في حياتك. دي decision, قرار. report, تقرير. experience, خبرة. experiment, تجربة. طبعا اي حاجة حصلت في حياتك بتديك experience, خبرة. يبقى الخبرة هي الاشياء اللي بتحصل في حياتك, experience. بعد كده number eight, this is the most interesting story, دي اكتر قصة مشوقة. I have read, I have never since forever. المفروض اقول ايه؟ القصة دي اكتر قصة مشوقة. I have never read, اللي هو I have ever read, أنا ما قرتهاش قبل كده. ما ينفعش أقول ولا since ولا for ولا never. never يعني لم أقرأها, لا طبعا أنا قرتها بس إيه, ما قرتش زيها قبل كده. يبقى I have ever read. number 9, سهيلة has made a cake before. has never ولا ever ولا for ولا since, برضو ما ينفعش ولا for ولا since لأن ما فيش وراهم مدة زمنية. يبقى ever أو never. سهيلة has never made a cake before, ما عملتش قبل كده كيكة. before يعني من قبل, فما ينفعش أقول ever, أقول has never made, عمرها ما عملت كيكة قبل كده. بعد كده I have lived in the same house, أنا عشت في نفس البيت. I was born. ever, never, for, since. طبعا since الوحيدة اللي بتيجي وراها جملة في زمن الماضي, since I was born, من ساعة ما اتولدت, معناها ان انا عشت في البيت ده من ساعة ما اتولدت, since I was born. بعد كده تعالوا نخش بقى على السؤال التاني, have you, طبعا ever صح لان ever بتيجي في السؤال, بس have او has عايزة تصريف تالت, يبقى have you ever ridden, have you ever ridden a horse, هل عمرك ركبت horse, التصريف التالت ridden. how long يعني كم المدة, نحفظ السؤال ده مهم قوي, how long يعني كم المدة. you have been in a suit, طبعا how long السؤال دايما عايز have او has وراه, ما ينفعش اقول you have, السؤال بقول have you, فهقول how long have you, التصريف التالت بتاع بي ايه بقى, have you been, يبقى how long have you been in أسيوط, كم المدة اللي قعدتها في أسيوط. number 3, she stay in Damietta since 2017, من 2017, since منذ, من الكلمات الدالة على have و has وتصريف تالت, يبقى she have ولا has, she has stayed, التصريف التالت in Damietta. بعد كده I have never, طيب have و has, swim يعوم, swum in lake, أنا عمري ما عمت في بحيرة. يبقى لازم نحفظ التصريفات اللي هو التصريف التالت, لو ما حفظتهوش ترجع تحفظ الأفعال اللي أنا بعتها على جروب التليجرام, تحفظها كويس جدا لأني صدقني هتفيدك قوي في الامتحان. تعالوا بقى نخش على السؤال بتاع الفيلز جاب, املأ الفراغات. عندي كلمة bathroom, حمام, house, منزل, for, لمدة, lived, عشت, moved, انتقلت. different families, العائلات المختلفة, have lived in our, يعني عاشوا in our ايه, in our house, عاشوا في منزلنا, يبقى هو ده المكان الوحيد, ولا bathroom يعني عايشوا في منزلنا. lived in our house for over 200 years, يعني أكتر من 200 سنة. I have lived here, أنا عشت هنا, with my family, مع عائلتي, since 2016, منذ 2016. before that, قبل هذا, we not in Cairo,
يعني أكيد كنت عايش في القاهرة. We lived in Cairo. My parents changed some of the house. يعني والدي غيروا بعض من البيت، غيروا حاجات في البيت. When we عايز we وعايزة وراها فعل. When we moved here، من ساعة ما انتقلنا هنا. For example، على سبيل المثال، my mom wanted، ماما كانت عايزة a new bathroom، حمام جديد. تعالوا نشوف دول كده. Mr. Sabri has been at this school since ولا for 2020. قلنا مدة محددة البداية يعني زمن معين، يبقى أقول since. إنما for عايزة مثلا for 10 years، for 10 weeks، يعني حاجة مش معروفة. weeks أو year أو day يجوا مع for، إنما مدة زمن يعني سنة يبقى since على طول. بعد كده to discover ولا join is to become، إنك تصبح part of a club، جزء من النادي، يبقى إنك تلتحق بالنادي. to join discover يعني يكتشف، إنما join يعني يلتحق بالنادي. الباراجراف بقى عن a happy event، يعني حاجة حصلت في حياتك سعيدة مؤخرا، تحكي عن قصة حصلت لك في حياتك، موقف حصل لك. مثلا when I was مثلا، أو when I walk when I walked to on the street، لما كنت ماشي في الشارع مثلا قابلت، لقيت فرح وعروسة وعريس بيتصوروا ومش عارفة ايه. تقدر انت بقى يعني تحفظ الكلمات الأول، وبعد كده تكون جمل في زمن الماضي، والماضي التام اللي احنا شرحنا، المضارع التام اللي احنا شرحناه. لما تفهم الزمن كويس تعرف تبني عليه جمل. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا الحمد لله. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير لأصحابكم، وتقدروا طبعا جهدي، وتعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.